ومن غذاء الروح جينا بقى لغذاء الجسد في فقره المطبخ مع ملك المطبخ الشيف محمود سعد اللي اتصالحنا خلاص والامور الامن استتب وكله زي الفل. احنا عمرنا ما زعلنا. قال لي شبه الفراخ بتاعتي النهارده الله يسامحك. طبعا الجميلات منى وايمان. بسلم عليكي. مساء الخير. بسلم عليك و... ايدك مبدئيا على الله يسلمك. بسلم عليكي وعلى كل الحباب اللي بيتفرجوا علينا في برنامج الستات ما عرفوش يكذبوا. والرجاله ما بيعرفوش يكذبوا، انتوا هتشوفوا التتبيله وهتشوفوا لونها. يعني انت بتثبتها عليا. قال لك مش يكذبوا. انت بتتبل اللون حلو والله. متبل فراخك على لون بلوستي ليه يا شيخ محمود؟ هو الفراخ التندوري لازم تحط لها نقطه لون احمر كده صغيره عشان تدي اللون المبهج ده. والله انا لقيت هبه داخله عليا النهارده منوره. انت اللي فضحيه راجل قال لك على الهوا. لا انا ما باخدش. وماله الساندوتش بقى احكي لي موضوع الساندوتش. ده مش بس عامل الفراخ تتبيلتها على لون البلوزه وعامل ساندوتشات جبنه رومي سايحه. مش عامل. لا 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 بس بقى يا استاذ خالد استنى بس في مكان كده يعيوني انك ما عملتيش. استنى بس احكي بسرعه قبل الفراخ في دقيقه على طول. استني بس قبل ما تزعلي انت كمان. في مكان صغير كده لطيف جنبينا، انتوا عارفين احنا في مدينه الانتاج الاعلامي، ففي ناس تعمل سندوتشات في مكان اماكن صغيره كده، فعاملين ساندوتش جبنه رومي مقليه. أيوة. وده حلو قوي. فانا قلت لهم الطبق ده على فكره بيتعمل في اليونان اسمه سخاناكي، حته جبنه بتتعفر في الدقيق وتتقلي في زيت زيتون تعصر عليها ليمون، حاجه حلوه جدا. انا اكلتها في بحري في اسكندريه وكانت احلى. ماشي نعملها يوناني واسكندراني خلاص. ماشي. انا بس بعرف الناس مش قصه مين بيعملها احلى، قصه ان الفكره حلوه فهيجي وقت ونعملها ان شاء الله. كوليسترول عالي جدا بس ماشي عديها يعني. بص بعد كده لا في بقى دقه ولا في مرته ولا جبنه والله لا والله هتعمل ولا ايه شفت يا محمود قريش ولا شفت مرته. خلص قول يا محمود. هو النبي. بص احنا عاملين النهارده فراخ بالتندوري، عاملين صوص التندوري بمقاديره المظبوطه على الهوا نزلت. طيب انا جايب فرخه وقطعه جنزبيل فريش محتاجينها قطع صغيره كده قد عقله الصباع واربع فصوص ثوم وقرن فلفل احمر حامي ومعلقه من الكمون ومعلقه كزبره، كل دي معالق صغيره، ومعلقه كركم ومعلقه معلقه شطه من الشطه الحمراء ومعلقتين ثلاثه عصير ليمون وكوبايتين زبادي شويه كزبره خضراء ومعلقتين زيت وشويه رز للتقديم. تمام. ماشي. ممكن تمام. يبقى ابيض وممكن يبقى بالخلطه اللي احنا عاملينها. طيب طبعا ده طبق هندي واحنا بقى لنا فتره كده ايه ميالين ان احنا نغير وننوع. هو التندوري هندي. التندوري مسالة ما هندي. تحبي تساعديني ولا بعد اللي انت قلته عليا ينفع؟ ماشي. ايوه ماشي. طيب بص وانا بقطع الفرخه هدي الهبه الهون الحلو ده شايفين اهو وهديها قطعه صغيره من الجنزبيل. ده الهون يا هبه ده بجد. وفصين من الثوم. كلام المخرج حقيقي. كلام حد. ماشي. يبقى حته جنزبيل وفصين ثوم وقرن فلفل احمر وهسيب هبه تدقهم دقه حلوه. انا يعني انا بس محرجه ادق التوم على عادي. بس حط منديل. بس حط منديل عشان ما تخبطوش على الجيران اللي تحت. بص هو ده ما بيعملش صوت عالي. انا عملته قبل كده الهون بتاع زمان. فاكر مش عارفه ليه مسبب لي كده. عمل صوت خجلانه فوطه من ايه بقى مش عارفه. طب من دي مش عارفه. حطي منديل حطي فوطه اي حاجه. حاسه انه هيعمل دوشه. بص بقى احنا بعد ما عملنا كده بص شايفين اللون الحلو. لا الزيوت اللي بتطلع من الجنزبيل. يعني مش عامل دوشه زي الخلاط. خايفه السلاح يطول. لا لا ما تخافيش. بصي بعد ما الثوم فرمناه كده نحط الكزبره ونحط اول مره انا صغيره دقيت مامتي ثوم الثومه راحت ضربه في وشي. ده سر. ها مش حدش هيسمعه من الملايين. كمون. تيجي على جنب تقول لي اقول لك على سر والمايك مفتوح عادي. والبابريكا. يبقى احنا حطينا ايه كده وبوطي صوتي. حطينا الثوم و ملح بابريكا. حطينا الاول الثوم والجنزبيل والفلفل هرسناهم كويس جدا وبعدين نحط. عيب عليك. جنزبيل باودر. حط كاتم صوت ولا عشان ايه حطي كاتم صوت. جنزبيل فريش يا محمود. حته جنزبيل فريش. الله. بصوا انا عايز اوريكم الفرخه ازاي انا بقطعها كويس. هنا اهو الفرخه باخد منها الحتت الحتت دي هشيل البوله كده عشان الكاميرا تعرف تشتغل اهو. خلاص. بصوا شايفين الزور بنشيل الزور ماشي والحتت دي بنعمل منها المرقه. عارفين القطع الهياكل اللي بتخرج دي بنعمل منها المرقه. انتوا كل اللي محتاجينه ان انتوا تجيبوا الفرخه اهو وتقسموها نصين زي ما انتوا شايفين كده. تيجوا هنا كده عند الورك المفصل ده تعملوا كده وتاخدوا كمان الحته دي والحته دي بنعمل منها ايه؟ بنعمل منها المرقه ما بنرميهاش بنخليها على جنب. نيجي هنا كده زي ما انتم شايفين نحط نقطع ادي قطعه الثانيه ادي الورك بتاعنا. نيجي من عند المفصل اهو نعمل كده ادي قطعه. حلو. نيجي عند الصدر ده نعمل
واحد وناخد بالنا من صباعنا ونشيل هذا العنق. كويس. ودي هنستعمله برضه في الشوربه. خليه على جنب هنا. أوكي. ونيجي نقسم الفرخه هو اصبعك ارجوك كده تلاقيش. وادي الجناح، نيجي عند القطعه دي ونعمل كده اهو ماشي، بس نفتح دي كده فتحه صغيره، وناخد الجزء ده نفتحه فتحه صغيره زي ما انتم شايفين كده عشان التتبيله تبقى موجوده. أيوة. في كل حته في الانسجه. وهنا نفس الموضوع الجميل بتاعنا اهو، وكده نعمل كده ماشي. ايمان بتدق الهون خلاص كده. شايفين يا جماعه الـ 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 الموضوع، ادي الفرخه بتاعتنا اتقطعت. ما احنا لازم نتعاون يا جماعه. قولي مكوناتها يا ايمان. جميل. قولي مكوناتها. مكوناتها يا توم وفلفل وجنزبيل صح، والاصفر ده ايه، كاري ولا ايه؟ كركم. كركم. بابريكا. بابريكا. كمون. كزبره. كزبره ناشفه. حلو قوي. هاتي بقى الهون بتاعنا عشان نوريهم بقيه التتبيله. شاكرين للافضل. بنعمل ايه بقى الهون؟ بعد ما دقينا قطعه الجنزبيل كويتها الفريش، شايفين بصوا شايفين الخليط الحلو ده، بنحط على الخليط الحلو ده ربع كوبايه من عصير الليمون. كويس. ونقلب تقليبه زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الخليط بتاعنا الحلو ده. يا ريت الجنزبيل الفريش نحطه كله في اكلنا، يعني كله حتى الميه اللي بنشربها لانه بيحرق طبعًا الدهون. وما بيتحط في الميه كمان يا منى بيبقى ديتوكس، يعني في ناس طبعًا بتحط قاروره ميه كده وتقطع فيها بقى جنزبيل، ورق نعناع، قرفه، ليمون، نقطه من خيار. اللون الاحمر بتاع الطعام. نقطه صغيره مش كتير. ده لون فعلا لون احمر. ده اللي بيدي اللون الحلو بتاع الفراخ التندوري، ده اللي بنستخدمه في تلوين الحلويات وفي تلوين بعض الاطعمه. ده حاجه طبعا كويس صحيه ما فيهوش اضرار يا جماعه. لا خالص. وبعدين ادي الزبادي بتاعنا، نحط عليه الخليط فعلا بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ادي الخلطه الحلوه. يجي حد بقى ايه يقول لك طب انت يعني بدل ما نقعد ندق ونبهدل نفسنا في الهون، ما نحط كله في كبه ولا في بلندر مثلا، هاند بلندر. عمر الزيوت اللي بتطلع من الخبط بتاع الهون سواء جرانيت او نحاس، الزيوت اللي بتطلع من الثوم والزيوت اللي بتطلع من الجنزبيل عمرها ما الكبه ما هتطلعها. خلاص. لون تحفه. بصي وتحطي كل الخليط ده. طب لو ما عندناش اللون ده نكتر البابريكا شويه مثلا. الوان موجود بيبقى. قولي بتاع لون القميص ده الوان صحيه. قولي اللي بتاع العطار. قولي له عايزه توابل اللون بتاع. خليتي زميلتي تقولي ما هو لون القميص اهو يا هاجر. شفت؟ طب احنا نشاهد الجمهور. على الملأ دي بس ده بتبقى فضيحه. يعني على الصفحه؟ على الصفحه ولا على الدائره؟ ده حلو. طيب بصوا اللون بجد حلو ازاي؟ انا انصحكم نصيحه. بلاش. انصحكم نصيحه حلوه. شايفين حتت الفراخ دي بالتتبيله الحلوه اللي انتم شايفينها، ما تنسوش حته الجنزبيل الطازه مع الثوم في الهون مع قرن الفلفل الحامي. وتسيبوا الكلام الحلو ده في الثلاجه ست ساعات. ايوه كده قول بقى. خلاص؟ ست ساعات. ماشي. بس وبعدين ست ساعات في الثلاجه. وبعدين هو اكتر، ممكن اكتر، مش ماشي قبلها بيوم. ابداوا رصوا القطع الجميله بتاعتكم كده في الثلاجه يا محمود. في الثلاجه. اكنكم بتعاملوا طفل صغير، عارفين ازاي؟ بالراحه خالص. عارفه ليه النهارده انا باخده كلامه كده بمحمل؟ يعني ايه قصدك ايه يا جماعه؟ ناخد على قد عقله يعني. اقسم بالله على الهوا انا ما قصدي حاجه، وانا راجل مركز في الشغل. انا غلطان. ماشي. انا غلطان اني قلت اللون. نفسك من الاول. شايفين الالوان الحلوه؟ شايفين يا محمود انا بنغشك يا شيخ محمود، بنكشك يعني. انت احلى مذيعة في الدنيا. لا ما تقولش كده. بصي بقى، مش دي البلوزه اللي كانت بيضه الصبح لما جينا وانت خدتي من محمود توابل؟ ايوه انا يا جماعه هي مش محتاجه. أيوة. مش محتاجه. اتفضلي. بصوا شايفين انت بقى اللي جبتيه لنفسك. شايفين اللون الحلو ده؟ شايفين اللون الفراخ الجميل ده؟ تعملي ايه بقى؟ انا اصلا ما بحبش الاحمر. تحطي على وش كل قطعه معلقه من الزيت كده كويس، وبعدين تروحوا على الفرن. واستني بقى، استني سيبي ده، سيبي ده مقفول عشان انا ليا اصحابي بيعملوه على النار، يعني في الطاسه الواق دي ويشوحوا الفراخ دي. مش يعني جربي تطلع حلوه زي كده. جربي ان احنا نحط دي في الفرن. اتفضل. وساعات صدور كمان، يعني ساعات صدور نعمل التتبيله دي ده مش انا، دي عداله السماء تسقط على سماء باليرمو.
على ملعب باليرمو. ممكن مكعبات الفراخ الصدور كمان تتعمل برضه بيها، صح محمود؟ ممكن، صح، برافو عليكي. ممكن تعمل في الوك. انا بس كل اللي طالبه، كل اللي طالبه منك ان سواء كان تسلم ايدك يا هبه، سواء كان انت هتعمليها في طاسه وتشوحيها في طاسه او في فرن، سيبيها منقوعه لمده 6 ساعات في الثلاجه. هتطلع طعم حلو قوي. خلوا بالكم، هو التندوري، انا ايمان قالت حاجه عجبتني، قالت تندوري مسالة، توابل التندوري. وهي اللي احنا عملناه ده توابل التندوري. ليه؟ لان في الهند هو التندوري هو الفرن، التندوري هو اللي بيتخب بيتسوى فيه اسياخ الفراخ كويس. ففي فرق، ايه الفرق ما بين التندوري مسالة والجرام مسالة؟ الجرام مسالة دي نوع توابل، اي مسالة هي البهارات، خلاص. احنا النهارده عملنا تتبيله المسالة الايه، التندوري، خلاص. ومش مهم الفرن بتاعهم ما دام هندخله الفرن ده، وهنشوف حلوة. الموضوع هيبقى شكله هيعجبكم. انا دورت على طبق حلو اقدمه جنب الاكله دي، لقيت الطبق اللبناني الجميل، البطاطا الحاره بالكزبره الخضراء والثوم، يتقدم جنب الفراخ هتبقى حلوه. مقاديره كالاتي: انا محتاج كيلو بطاطس متقطع مكعبات، وكنت اقليها من قبل زي اللي احنا شايفينها دي كده، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقتين كبار كده حزمه كزبره خضراء، وشويه ملح وفلفل وشطه وقرن فلفل حامي، وطبعا زيت القلي. اتفقنا؟ معدي هناك. اتفقنا. طيب بنعمل ايه بقى؟ ناخد سكينه تانية كده، وناخد الكاتنج بورد النظيفه الحلوه دي هنا، وزيت الزيتون، حط معلقتين من زيت الزيتون. طبعا البطاطس احنا ايه قلنا، ايه قليناها من قبل كده، دي قرن فلفل حامي، قطعناها مكعبات وقليناها. ايوه. وناخد قرن فلفل حامي نقطعه مكعبات صغيره، واحد بس، واحد اتنين. هاتي، شكلك بتحب السبايسي، تعالي. بطلت الحاجات السبايسي 12 سنه، انا رجعت لها بعمر. 12 سنه ده ايه، كنت فين؟ ليها فوائد يعني، كنت حاسه ان انا مش باكل حامي، بس هي ليها فوائد طبعا. انا الحقيقه بس شايفين بقى الدهون. انا ما اقدرش، ما اقدرش استغنى عن الريحه الحلوه دي. انت جريتي يا قول لي خدي ساتر. طيب بصوا، قرن الفلفل الحامي الحلو ده مع الثوم. يا نهار ابيض، شايفين يا جماعه؟ قرن الفلفل عشان حراق قوي، فريحته لما اتحط في الزيت بتحرق. ده دخل في دغششنا. انا بعمل ايه بقى؟ شويه ملح. انا على بالي ايه يا شيف محمود؟ انه التندوري، الفراخ التندوري بيتحط جنبها في الهند صوص نعناع كده، بيبقى لونه اخضر. انا عملته كتير قوي، عملته فاكره. طب نقول طريقته بسرعه عشان اللي عايز يعمل سفره هندي. في كبة الخلاط او في الهون، دقي شويه كزبره خضراء مع نعناع، فضي عليهم علبه زبادي مع رشه ملح، حلو، وعصره ليمون، خلاص. في توم؟ خلاص. في توم؟ لا ما فيهاش توم. لا لا، بس لو حبه. النار توم ريحته حلوه قوي. لو حبه ماشي. شايفه ريحه الثوم ابتدت تطلع؟ ريحه الثوم ابتدت تطلع. اول ما ريحه الثوم تبتدي تطلع بالشكل الحلو ده، اقول لك على سر. جيبي كبشه كزبره كده بايديكي. ايوه بالكزبره. بصوا كبشه كزبره ازاي، شايفين؟ ها، وتقومي حاطه الموضوع ده، وقبل ما تدبل تحطي البطاطس اللي انت قليها. والبابريكا، هقول لك بقى على سر الخطير. ايه اللي هيلونها بقى يا شيف محمود؟ مفيش بابريكا، البطاطا الحاره ما بتحطلهاش بابريكا. انا شفتها لونها اورنج برضه، زي قميص هبه كده برضه، في مطعم لبناني والله. لا، ممكن ترشي رشه شطه خفيفه. ايوه شطه او بابريكا بقى، لما يعني يعني اختياري، براحتك. بس يعني في الاخر الريحه الحلوه بتاعه الكزبره مع الطعم. مش دعوه والله العظيم، انا ما حضرتش السبب على فكره، انت اللي عملت فيها كده. حقك عليا يا لون. عايز ادلق دلوي في حاجه قبل ما تحط البطاطس على طول، لغايه خطوه الكزبره. شويه صلصه طماطم بقى وطماطميه وشويه بتنجان مقلي. تمام، انت كده عملتي صح اللي مزاجك فيه. انا بعمل النهارده ايه؟ لا انا مش ضد ده. اوكي، بس انا بقول يعني تمام، ممكن بدلو بدلوي، بس لا بلاش يعني جربي تخلي كل حبايه بطاطس. هاخد شويه للبطاطس، ريحه عيون المقليات العالمي، شويه البطاطس وشويه بتنجان. يا سلام. وكوسه مقليه يا عيني، حط الصوص بتاعك ده بقى عليها. اقول لك على طريقه كوسه مقليه حلوه. انا جوعت. قطعي كوسه شرايح بالطول، اضربي بضايه مع ملح وفلفل وكمون. وانقعي الكوسه في البيض ده. لا ثانيه، قبل ما تنقعيها في البيض، عفري الكوسه شرايح الكوسه دي في الدقيق، وبعدين حطيها في البيض، وبعدين بقسماط، وبعدين لا ما تحطيش بقسماط، طلعيها من البيض على طول على الزيت. الله عليك. مع عصره ليمون يا جماعه، موضوع كبير قوي. الله قوي. الله قوي. الله قوي. الله. هنا ريحه الكزبره مع الثوم مع ال بنحط شويه شبت. بص بيسعد. كزبره خضراء بقى يعني، شويه وشويه يعني، ما هو احنا 50 يعني. صراحه يعني احط شويه شبت. 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 لا بس عايزه اقول لكم يعني كلبناني يعني، او طبق لبناني، مش احلى بتنجان عشان خاطر ايمان ممكن الخل والثوم والكزبره دقته في حياتي. دقته عند صاحبتي وانا في امريكا.
ايه ده؟ صاحبتي مصريه طبعا. احلى باذنجان مقلي ذقته في حياتي بالثوم والكزبره والحاجات دي. انا مش هسمح لك بعد كده تقعدي تقولي لي الكلام ده. اه وتشكري. انت بعد كده تيجي بالوصفه هنبعت شكر. لا تقول لك عليها كفته. تقول لك صغيره كده. ما هو الناس عايز تعرف. فانا ارجوك ارجوك يا فانا. الناس عايزه ايه؟ بصي عايزه تعرف تيجي لي بعد كده بالوصفات. حاضر خلاص، وانا اعملها لهم هنا في الاستوديو ونبعت احلى سلام للاصدقاء الغاليين. يعني اللي هنا الفلفل الحامي رئيسي عشان اسمها بطاطا حاره. حاره بيبقى هو اللي عامل الشغل ده. لا طيب انا غلطان، انا غلطان. لا لا عايز الحروف يحط فيها حاجه. تسلم ايديك يا هو موسع لنفسك. تسلم 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 ايديكي، والله طلعت احلى واحلى اهو. بس ما بقدرش اكسب حد. ما اقدرش محمود ده يعني. ما اقدرش. مش طبق بطاطا حاره يا جماعه، وفي هزه احلى من كده. مفيش عيش بلدي؟ في عيش بلدي صح؟ عندنا عندنا عيش بلدي. اتفضلي يا فندم. استني بقى عشان اديكي صوره معاه. بصوا بقى. ما تصورني مع التندوري احسن. طب تعالوا ندخل الفرن يا جماعه، ندخل الفرن ونشوف شكل فراخ التندوري بعد ما استوت على نار هاديه لمده ساعه وربع. انا هسيب هبه مع الالوان في الالوان ماتشنج مع بعض. يلا يا هبه وريهم يا المفاجاه. الكاميرا فين؟ اين هي؟ يلا بسم الله يا سيدي على المزاج. الله عليك بصراحه يعني. لا يا ما شاء الله احلى من احلى شكلها حتى لوحده، احلى من احلى تندوري شفتوه في اي مطعم. خلاص بصوا ادي اللون الحلو بتاعكم بعد ما نطلع قطع الفراخ المشويه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا اقفل. اه اقفل. بصوا شايفين اللون قد ايه حلو. شكلها حلو قوي اهي. اسيبها على ما اجيب الطبق. اقول لكم حاجه وهي الكاميرا ماشيه كده عماله توريكم الانغام الموسيقيه الحلوه بتاعت الموضوع الحلو ده. انا خدت معلقتين ثلاثه من التندوري، معلقتين ثلاثه من التندوري الخلطه يعني اللي اتبقت. وبعدين عملت ايه بقى يا هبه؟ زي ما انت عملت شايفه رز. هوريكي هقول. عملت رز يا معلم. خدت معلقتين ثلاثه من التندوري حطيتهم على حبه رز. فبصوا شكل الرز ريحته رز مصري ولا بسمتي. وانت شم الريحه شويه شم الكزبره الخضراء كده. القعده هندي. بصوا انا من حلاوه الريحه ما شاء الله فعلا مش عارف مش عايزه اتكلم. عايزه ادوق بقى. ايوه صحيح محمود بجد تحفه يا محمود. بصوا حتت الفراخ لابسه متبله بالاورنج شكلها حلو قوي. يعني انا مسامحاك. لا وشيك سميها هبه تندوري بقى. هبه مش كانت بسبوسه هبه هبه تندوري بيطلع عليكي اسامي والقاب. استنوا بس يا جماعه عشان بجد احنا عندنا عندنا بسبوسه بتاعت هبه والله العظيم. دلوقتي بقى عدي حلو وحادق. يعني في تندوري حادق وفي بسبوسه حلو وفي عاصفه اسمها هبه وكل حاجه يعني. انا السبب ادي امبارح. يعني بصوا بقى احنا بنعمل ايه بقى، بنقدم الطبق الحلو ده كده. شايفين شكل حبات الرز ده؟ رز بسمتي كان مسلوق. ده شويه رز ذهبي حطينا عليهم شويه من التتبيله بتاعت التندوري اللي افكركم بيها، اللي هي حته جنزبيل، ثلاث فصوص ثوم، قرن فلفل، اتضربوا في الهون كويس جدا، اتحط عليهم معلقه كمون، كزبره ناشفه، كركم، بابريكا، سنه شطه، ونقطه لون. في قبل الزبادي ولا بعد الزبادي؟ في الكلام ده كله قبل. بعدين حطينا ربع كوبايه عصير ليمون ومعلقتين ثلاثه زيت وقلبنا كويس جدا. بعد ما تبلنا فيها الفراخ يا شيف محمود. الايه؟ بعد ما تبلنا فيها الفراخ. ما انا جاي لك اهو. بقى حطيناه في الرز. لا خدت معلقه من الفيور. معلقه من الخيار عشان ما تبقاش زفره. عشان ما تبقاش زفره. بس عايزه اقول لكم هي ما شاء الله فعلا الريحه من احلى الروائح. طبعا كل حاجاتها حلوه. حلوه شويه فعلا. انا هعمل كده رأي الاخوه اللبنانيه. هعمل كده واديك الطبق ده بس تقديم الاكل يا جماعه. برده العين بتاكل قبل. شايفين شايفين الطبق. وناخد الصينيه الحلوه دي نحطها جنبهم. تسلم ايدك يا محمود. تسلم ايدك يا خدي بقى خالد. لمسه فنيه كده. لا خالد مش هياكل النهارده تاني عشان خلاص اكل ساندويتش جبنه رومي مشوي واحنا ما خدناش. بس كده احنا نكون يعني خلاص وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده. انا بشكر طبعا الزميلات الجميلات. شكرا على الهون. شكرا شكرا على الافيهات. أنا شكرا جيف محمود. وانا انا اشكرك على ذوقك وانت دايما عندك ذوق حلو بالوانك الحلوه في لبسك الحلو. والاكله دي ما تتاكلش غير بالقميص ده. ده القميص اللي بيقولوا عليه للاكله دي بتاع التندوري. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده. طبعا تسلم ايدك. اقول بسرعه وبرنامجنا. اقول بسرعه عاملين ايه بكره؟ بكره انا معاك اكل مكسيكي. عاملين رز مكسيكي وعاملين طبخه مكسيكي حلوه قوي اسمها شيلي كون كارني. انترناشونال كويزين يا جماعه. حاجه حلوه قوي وسهله وتتعمل عندنا في البيت. نشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد وحلقه جديده. والسلام عليكم.